مسرح صالح مباركية في الهلالية المتواجدة هناك. أهلا بك في التفاصيل أوفى حول التحضيرات. مرحبا بك زميلتي فريال، ومرحبا بكل مشاهدي أول قناة إخبارية بالجزائر. إذن متواجدون هنا بعاصمة الأوراس ولاية باتنا لتغطية فعاليات مهرجان إمدغاسن السينمائي الدولي في طبعته الرابعة. هذا المهرجان الذي يعد من أهم المواعيد الثقافية الخاصة بالأفلام الروائية القصيرة. إذن متواجدون بالتحديد بالمسرح الجهوي باتنا الدكتور صالح المباركية، إذا الذي سيحتضن فعاليات هذا المهرجان إلى غاية يوم 15 من الشهر الجاري. إذا يحضر معي الآن عصام تعشيت محافظ مهرجان إمدغاسن السينمائي الدولي. مرحبا بك سيدي. مرحبا وشكرا على هذه الاستضافة عبر قناة النهار. نعم شكرا. إذا اليوم إذا متواجدون هنا بالمسرح الجهوي باتنا صالح المباركية والذي سيحتضن فعاليات مهرجان إمدغاسن السينمائي الدولي الذي سيجمع نجوم الفن السابع، ربما ما هو الجديد الذي جاءت به هذه الطبعة؟ بالطبع مهرجان إمدغاسن السينمائي الدولي كل عام يحاول أن يجلب شيء جديد لهذا المهرجان. هذه الطبعة ارتأينا أن تكون نجوم، ارتأينا أن يكون النجوم الذين سيأتون من خارج الجزائر هم يعني الشيء المميز في هذه الطبعة، مثل المخرج العالمي الهوليودي تودور شابكانوف مخرج فيلم بويكا، وأيضا الممثل الإيراني الذي تقام شخصية مهمة جدا في السينما نعم الدينية، وهو مصطفى زماني اللي شرفنا بحضوره في مدينة باتنا. نعم ربما هذا المهرجان يجمع نجوم الفن السابع كما قلنا، وكذلك ستكون أسماء جزائرية حاضرة معنا من نجوم الفن السابع، ربما ما هي أبرز الأسماء التي ستكون حاضرة خلال فعاليات هذه الطبعة؟ بالطبع احنا نحاول كل مرة نجلب أسماء سينمائية ترقى يعني باش تكون على السجاد الأحمر بمدينة باتنا في مهرجان إمدغاسن. على سبيل المثال نذكر اسم من الأسماء المحترمة والقديرة في مجال السينما مثل حسن بن زراري سيكرم بهذا المهرجان، أيضا الاسم الآخر فاطمة حليلو أيضا ستكرم في مهرجان إمدغاسن، اسم قدير جدا. في بعض الأسماء مثل عتيقة في عمي برنو اللي عرفناه في البطحة اللي هو ربيع أجاوت، بعض الأسماء أيضا مثل جعفر قاسم وغيرهم من المخرجين الجزائريين. نعم ربما كذلك هذه الطبعة ستعرف تنظيم ورشة تكوينية وماستر كلاس خاصة بهواة الفن السابع التي سيتم تأطيرها أو سيشرف عليها مختصون في المهن السينمائية، ربما حدثنا أكثر عن هذه الورشات التكوينية. بالطبع كل عام نقوم بهذه الورشات، احنا هذا العام حبينا نقوم بثلاث ورشات اللي هي ورشة السيناريو، ورشة التمثيل، وورشة صناعة الفيلم القصير. هذه ثلاث ورشات كانت استقطبت عدد كبير من الشباب الجزائري من كل أنحاء الجزائر، من الجنوب، من الشمال، من الشرق، من الغرب، يعني راهم مشاركين في هذه الورشات. حبينا نأطروا هذا الشباب حتى نمدوا جيل جديد في التمثيل، في السيناريو، في صناعة الفيلم القصير. الحمد لله ارتأت المحافظة أن تقوم ب يعني تأطير 60 شاب من كل أنحاء الجزائر إن شاء الله. نعم وربما نعرف أنه ولاية باتنا عاصمة الأوراس ولاية سياحية بامتياز، ربما هل تم تصدير برنامج خاص بضيوف الجزائر لزيارة مختلف الأماكن السياحية؟
بالطبع ككل عام احنا نحبوا كما نقولوا نوريو الاجانب الموروث الثقافي الجزائري، المناطق السياحيه الجزائريه التي تزخر بها خاصه ولايه باتنا. احنا حبينا ناخذوا هاد الفنانين سواء كانوا جزائريين او اجانب، ناخذوهم من مناطق سياحيه مثل مدينه تيمقاط اللي التي نريد التعريف بها اكثر دوليا، لتعريف بالثقافه الجزائريه والموروث الثقافي. ايضا سناخذهم الى ضريح مدغسن اللي هو محور هذا المهرجان، وايضا عندنا خرجه سياحيه اخرى لجبل شلعلع اللي هو يعد من اجمل المناظر في الجزائر، منظر جميل في يعني في الجبل. نعم، ربما نذهب الان الى التكريمات، ربما سيخص هذا البرنامج الثري الخاص بمهرجان ام دغاسن السينمائي الدولي بتكريم ثله واعمده السينما الجزائريه، ربما حدثنا اكثر عن التكريمات التي ستقام. هذا العام ارتأينا ان نقوم بتكريم ثلاث شخصيات قديره جدا، يعني الاسم الاول من خارج الجزائر اللي هو مصطفى زماني من دولة إيران، الاسم الثاني حسن بزراري، اسم قدير جدا في السينما الجزائرية، فاطمة حليلو في العنصر النسوي أيضا مكرمة بتكريم خاص في المهرجان، وأيضا الاسم الرابع هو ابن مدينة باتنا اللي هو محمد الطاهر الزاوي، تقمص عدة أدوار سينمائية أيضا. وحبيت ننوه على هذا العام، قررنا أنه نسميه هذه التكريمات بأسماء قديرة قدمت للسينما الجزائرية مثل تكريم الانسبكتور طاهر، تكريم رويشد، تكريم بو بقراو، تكريم لالا عيني، هذو راح يكونوا تسميات دائمة للتكريم تاعنا في المهرجان. نعم، شكرا جزيلا، شكرا لك عصام تعشيط. إذا مشاهدينا كانت هذه أبرز التحضيرات وأبرز النقاط الخاصة بمهرجان ام دغاسن الدولي في طبعته الرابعة. نلتقي إذا في ساعات قادمة لنوافيكم بآخر المستجدات الخاصة بهذا المهرجان. فلا كنت معنا من قرب إذا صالح